دلوقتي هناخدكم في جولة في الملاعب الرياضية مع من؟ اتفضلي من. شكرا لك شاذلي، اهلا بكل مشاهدينا. معانا دلوقتي مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. هيتش وان، اوه واتش ا جول. الفاول عالمي يا زعيم. هنبتدي زي ما احنا متعودين مع اخبار النادي الاهلي اللي اعلن عوده المصابين للتدريبات الجماعيه، وهم عمرو السوليه واليو ديانج واحمد عبد القادر. ونشر الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر صور لنجوم الفريق اللي رجعوا من الاصابه وانضموا للتدريبات الجماعيه، والحمد لله على السلامه. ميار شريف لاعبة التنس المصرية اتأهلت لدور الـ16 من بطولة سان مالو المفتوحة للتنس في فرنسا بعد الفوز على اليابانية ماي هونتاما بنتائج 2-1 بواقع مجموعتين مقابل مجموعة وبنتائج 6-3 3-6 و6-3. وفريق بورنموث حسم تأهله لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الكروي الجاي 22-23 بعد فوزه على نوتنغهام فورست بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم امبارح على ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري الدرجة الأولى. ونادي ليفربول اتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ما فاز على نظيره فياريال بنتيجة 3-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب لا سيراميكا ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2021-2022. بالنتيجة دي بيتأهل ليفربول للنهائي رقم 10 في تاريخه. كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أكد إن فريقه هيكافح النهاردة قدام فريق فياريال من أو عفوا فريق ريال مدريد من أجل التتويج باللقب الأوروبي في الموسم الحالي. وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: أعتقد إحنا في حالة جيدة جدا وجاهزين للمباراة. الكرواتي لوكا مودريتش قائد فريق ريال مدريد الإسباني كشف عن آخر استعدادات الملكي لمواجهة فريق مانشستر سيتي النهاردة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات لقاء العودة في الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لوكا قال في المؤتمر الصحفي للمباراة: لو لعبنا بأسلوبنا وبشخصيتنا هنتأهل، احنا واثقين من قدرتنا على الفوز لاننا فريق عنده اكتر عدد القاب في دوري ابطال اوروبا وما بنعرفش ازاي نستسلم. نادي بايرن ميونخ الالماني اعلن تمديد عقد توماس مولر مهاجم الفريق لغايه 2024 في ظل رغبه اداره البافاري في بث الاستقرار للفريق اللي تم تتويجه من كام يوم بلقب الدوري الالماني.